عام للمغاربة العثماني يطمئن المتضررين من تدابير الإغلاق. دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الثلاثاء عن الإجراءات التي أعلن عنها أمس، والقاضية بتجديد الإجراءات بسبب فيروس كورونا المستجد. وقال العثماني خلال حديثه اليوم أمام منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء إن إجراءات التي أعلن عنها أمس تستند إلى آراء هيئات علمية ولجنة القيادة، ولها معايير حتى على المستوى الدولي. وتحدث العثماني عن المتضررين من هذه الإجراءات مطمئنا إياهم بالقول: هادشي مؤقت، ونتمنوا أن نسيطر على الوباء في القريب ونعول على التلقيح، كلما توسع نقترب من المناعة الجماعية للعودة إلى الحالة الطبيعية. وأكد العثماني على أن عرضة المغرب لإجراءات التجديد سبقته إليها عدد من الدول للعودة إلى الحالة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، مضيفا: إلى ما درنا شد الأجراءات غادي نوليو نهزو الموتى ونسجلوا خسائر إنسانية كبيرة، مشددا على أنه ما كاين حتى مسؤول باغي الضرر لأي نشاط اقتصادي. وأعلنت الحكومة مساء أمس الاثنين عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية ابتداء من يوم غد الثلاثاء في 9 ليلا للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.